مازو معنا وجبة خفيفة يحضر هنا شيف مكرم اليانجي. شيف مرحبا، تبع الخير. صباح الأنوار، نهارك زين. نهارك فضية لله. هيا قل لي سيدي شو نعملوا اليوم. ملاوي ملاوي بيهم الملاوي خايبين. لا مش خايبين والله، مش خايبين. أسمع أهو مش ناخد من عندك الطريقة، خطر أنا أفشل واحدة في الملاوي. قد ما جربت قد ما جربت شيء. الملاوي زمه بزيت شوية عجنين، واللي عندك الماكينة في الدار وكسيري. والله نعجن ونحط نضرب بالساعتين ونعجن، بعد في الآخر ما تطلعش كما أنا متخيلتها. والزيت قاعدة تحط في الزيت ولا؟ أي ها نسنو، ما هو يزمنا كي نحطوا سميد، احنا مش نحطوا رطي السميد عليه 200 جرام فرينة. أي تاكلوا شيشة ملح نتاع 15 جرام ملح مع تشارة مغرفة تقاوة ملح، ومش نصبوا عليها بالماء، نقعدوا نعجنوا فيهم بالكدي بالكدي حتى لين كي تحسها ما بين يديك تلقاها رطبة على الاخر. معناتها ما عادش فمك التحبيبة نتاع السميد، ما عادش موجودة كومبليت. يا ولدي لين تولي تترشق كله بانا كما تقول امي. إذا ما تترشق كله بانا اكزاكتومون. ومن بعد باش نصب عليها شوية زيت وخليها ترتاح هكاك، معناتها باش نلفها بشوية زيت خليها ترتاح نتاع ساعة من زمان، ومن بعد باش نصب عليها كاس زيت ونعاود نعجنها اون دوزيام فوا بالزيت نتاعها هكاك باش يدخل في وسط الزيت هذاك كله في وسط بعضه مليح مليح، ولازمها تعاود ترتاح. ومن بعد كي باش نحل يلزمني نحطها فوق رخامه، نعمل يدي بالزيت بالكدا، نعملها مكعبورات كعبورات صغار، ونعمل يدي بالزيت بالكدا، نحط فوق الرخامه شويه زيت ونبدا نحل فيها ونخدمها كاني نخدم في الباتويتين، نسكرها على ثلاثة. ثلاثة وثلاثة. ونعاود نحل دو تخوا فوا حتى لين تولي لي كاينة فريمون كاينة باتويتي تولي. ومن بعد المقلة ما يسخونها برشا باش تطيب لي كلها بالكدا بالكدا، نحطها من هنا من هنا نطيبهم. هذوما كعيبات الملاوي نتاعي، باش ياخذوا شوية اسكالوب وإلا شوية ستيك دو دان، نحطهم في مقلة معاهم كعيبة بصل معاهم سنتين ثوم، ونحطوا طومات سيشي، ما نحطوش طومات فريش باش ما تقرصش. باش ما تقرصش. فوالا شوية طومات سيشي، شوية ملح، شوية تبل كروية، ونحط معاهم شوية زيت ونسوطيهم الكل في بعضهم مليح 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 مليح. ومن بعد نخرجهم نستقطرهم بك الماء نتاعهم باش نتنفخ فيه الساندويتش نتاعي، نحل الور ديجا كي تحط هذوك وحدهم راهو سي لارجومون سوفيزون، معناتها ما نسقش يعني باش نحط، واللي يحب يحط هريسه كان في الدار هكا نحطوا هريسه، كان باش نهزوها في دينا نهزوها حكة هريسه نهزوها في دينا. نهزوا حكة هريسه معانا. نحل الساندويتش نتاعي نلف بالكدا بالكدا، نحط الفارس نلفهم بالكدا بالكدا، اللي يحب يزيد يطيب شويه معناتها تظهر له انها البات ماهيش كروستيون ولا حاجه، عاود يحطهم في المقله ويلفهم من هنا من هنا، ومن بعد نهزوهم نلفهم في حاجه، فما بابي كويسون نلفهم بابي كويسون شويه واحد ونهزهم في يدي، يبداوا بنان يعملوا ستاشتين كيف راهم يقعدوا طريين وبنان ويعملوا الكيف وناكلوا صحه بالشفاء. صحه وفرحه للناس الكل، يعطيك الصحه شيف. احنا عملنا ملاوي اليوم، هاني باش نجربها عاد ونقول لك غدو. شكرا شيف، يعطيك الصحه، الى اللقاء.